التمثيل في الصيف صعب ولا في الشتاء أصعب؟ بالنسبة لنا في الصيف أصعب بالنسبة لي، أصل حسب الخارجي صعب أوي في الصيف، بالذات لما بيبقى الجو حر جدا. الداخلي حلو في الصيف والخارجي حلو، يعني الشتاء صعب أوي نصور خارجي. لا إيه ده، الاتنين أيوة صعب صح؟ الشتاء صح؟ أيوة بقول لك الاستوديوهات احسن حاجه. احلى حاجه تصور في بلاتو بيبقى هايل قوي، دي بتبقى مثل المسلسلات. يعني تحب تشتغل في الصيف اكتر ولا في الشتاء؟ احب اشتغل في الاثنين، اشتغل طول السنه. طيب معتز، اللي فيلم صورته واخرجته في عز الحر في الصيف؟ فيلم يعني احنا الفيلم بتاعنا ده، لا احنا صورناه في الشتاء، ومثلا يعني مثلا اللعبه اوقات كنا بنصورنا في الصيف كتير، فصورنا في الصيف كتير بس كانت بتبقى صعبه جدا جدا بصراحه لانها حر حر. يعني صورت حمله فريزر اللي هو فيلم اصلا بيتكلم عن ان مصر في عز البرد، فريزر ده في عز ان هو مصر بقت تلج، فاحنا كنت بلبس يعني جاكيت وفوقيه بالطو وفوقيه وتحتيه بلوفر، يعني 4-5 لايرز. ده صورناه في شهر 8 في مصر. ففي عز الحر ده كنا بنلبس الحاجات دي كلها، فكان صعب. ده بصراحه من اصعب الحاجات اللي انا صورتها في الـ في الـ في الصيف. في ادوار تبقى صعبه انك تصورها، وبيبقى صعب قوي اللي انت في ساعات بتبدا عمل عكس برضو، اظن في الشتاء ومطلوب منك تنزل حمام سباحه مثلا. طبعا يعني فيلم ابي فوق الشجره محدش عارف انه مصور في الشتاء. اوكي بجد في البحر ده كله كان بحر والميوات والناس نازله. لا هي كمان بتبقى مشكله كبيره لما مثلا تبدا حاجه في الصيف وتركور لبسك صيف وبعدين يفضل مكمل للشتاء، فبتضطر تفضل بنفس اللبس، فبتبقى في الشتاء لابس صيفي او العكس، فاهم؟ ده عيب بقى العمل لما بيطول قوي. قول لي ايه القواسم المشتركه بينكم؟ انتوا الاثنين اصحاب جدا الحقيقه، وانا سعيد قد ايه بحبكم لبعض، بجد انتوا بتمثلوا بالنسبه لناس كتيره جدا نموذج رائع للصداقه والاخوه، وده يمكن السر نجاحكم انتوا الاثنين مع بعض. ده ايه اللي بينك وبينه مشترك؟ تحس ان في قواسم مشتركه؟ والله هشام في ميزه بصراحه جدا، ان هو بيحب النجاح وبيحب الشغل ودؤوب، وانا مسميه الالماني، انا اللي مطلع عليه كلمه الالماني في السوق، لان هو فير. انت مسميه الالماني؟ انا مسميه الالماني. هو اللي مسمي، هو اللي مطلع عليا الاسم ده ومش عارف اسحبه. مش عارف يغيره من الناس. لانه هشام فير ويعني دغري قوي، يعني مثلا يجي يقعد معايا في المكتب هيجي لك من 5 لـ7، هنقعد نشتغل على الورق، يجي من 5 لـ7، 7 و5 هو مشي، ممكن طب وبعدين ممكن يخرج ساعتين ويجي لي تاني نقعد نلعب بلاي ستيشن، بس هو قبليها هو جاي من 5 لـ7 هيشتغل، فيفضل يشتغل ونمشي خلاص. هو فير جدا، فانا وبصراحه الحمد لله الحمد لله. هشام مثلا عنده ميزه بيفهمني في حاجه، مثلا يقول لي بقول لك يا معتز ما تظبطنا بقى في المشهد ده، المشهد ده مش عارف ايه، انا عايز اعمل بس حاجه تعالى، فنقعد نفكر في الشغل، فبيفكر معايا بصراحه، يعني دي ميزه عظيمه. هشام ايه الحاجات اللي بينك وبينه مشتركه؟ هو اتكلم عن جانب انساني بس يعني بشكل الكوميديا عام. الكوميديا طبعا بيننا مشتركه، احنا الاثنين بنحب الضحك وبنحب حتى في حياتنا، يعني بنحب. هو دمه خفيف جدا على فكره لا هو دمه، هو اكبر كوميديان في الوسط الفني هو معتز التوني. انا وهو على فكره الحاجات دي مش هتطلع بتضحك غير وراها مخرج دمه خفيف فعلا، وهيفهم ازاي يطلع ضحك من الورق وازاي يطلع ضحك من الصوره، فهو دي حاجه بين احنا الاثنين بنحب الضحك طول الوقت، بنحب الهزار طول الوقت، بنحب الشغل برضو وملتزمين، وانا بعرف فعلا اخلي معتز احمسه على الحاجه. ساعات مستحيل ما يزعقش، عمري ما شفتها. يعني معتز من هو اللي يقول لك عمري ما شفتها، مخرجين يبقوا دايما كده عنده. معتز بيسيطر على اللوكيشن من غير ما يعلي صوته. بيعمل ايه يعني؟ بالحب الناس، من كتر ما الناس بتحبه بتبقى مش عايزه تضايقه، عايزه عارف لما يقول لك في مدرب كوره حازم قوي وفي مدرب بيكسب حب الناس وكده، فبتبقى عايز تكسب عشانه، فاهم؟ فهو بيعرف يخلق علاقه بين كل الناس اللي شغاله، علاقه حلوه تحس ان كلنا بيقول اكشن ولا بيقول بارتي ولا بيقول ايه؟ بيقول اكشن، ولما لما يجي يقول كات يقول لذيذ بدل ما يقول كات. لذيذ.